جعفور مبروك مولدك مبارك كل عام وانتم حيين بألف خير عايشك وسنين دايما ربي يخليك وربي يحييكم الامثال ربي يعزك ايش بيك تحكي هيك تتهكم زعما بالمناسبات الدينيه تهكم الرجال الكبار انت الراجل الدين ربي يلحظ عليهم وثم حاجه مهمه لازم يقولها انا جيت في تاكسي فهمتني واليوم تاكدت قداش الناس يحبونا تاكسي فهمني ولا يسألني سؤال وباش نقول وانا على المباشر الجيبسي هو طيب يسمع فيه تشرفوا بيه قال لي باش تفهم قداش احنا الناس يسمعوا فينا وضاربين على الاخر السؤال يقول قال لي سي جعفر وقتاش باش ترجع للراديو عامل مسابقه نتاع تاكسيات وكراهو والدنيا مدعوك السؤال الاولاني قال لي سي جعفر خليت بلاصتك في الراديو ويسمع فيك انت راهو اقسم بالله قال لي الراف والجماعه يضحكوا ياسر انت وقتاش باش تسمعوا على قد ما دخلت بعد ذلك ما سمعش حتى مره راني مستاء على محبط انا هو لا محاله اليوم الحقيقه نحب نشكر راديو ديوان فهم خاطر قالوا لنا ارتاحوا راهو فيشته ارتاحوا راهي فيشته فهمني ولا حتى قالوا لي علميا ما عندكش لا 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 قالوا لنا ارتاحوا فيشته مولد ما تخدموش قالوا لي اما رفيق شد صحيح يحب يخدم قلت لهم انا مادام رفيق شد صحيح انا مدرستي رفيق والله اخويا مقويا بقديمين انا ماني مستانس فيشته ما مستانس براديوات اخرين فيشته فهمني قلت لهم فيشته قالوا لي لا 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 فيشته ونص اما رفيق يخدم اما رفيق حب يخدم كلمت سي رفيق قال لي نحب نخدم خويا وشد صحيح رفيق قال لي انا والجماعه الكل نحبوا نخدموا الفيشته قلت له يا رفيق فيشته قال لي نحبوا نخدموا كبش يا جعفر كبش خلينا نخدموا وانا نحب نكبش فهمتني يا اخي كلمت قلت له ما رفيق يحب يخدم قالوا لي لا فيشته كلمونا الكل راهو فيشته والله يجي واحد لما نربطوكم الحاكم وجا رفيق يخدم ربي يبارك لك وجا جعفر والله ربي يبارك لك وجا جعفر ومالها طريقة عملوها لنا مش فيها الفيشت الله يصلي على النبي يطلب الشم كنا رويحنا ملمومين هنا الله يا رفيق يا إما أنا غبي يا إما أنت زاد يا ودي مالها لعبة محلاها قالوا لي رفيق يخدم أمي ولا شعرنا بعد عنا رفيق يخدم لا ما عادش نقول شعرنا التاكسي ماهوش يسمع فينا ساعة كهرباء أنا حينها ألغيت المسابقة يا ودي قال لي وقت باش نسمعوك في الراديو انت فهمتها ولا ايه؟ اش قلت له زعما؟ قلت له هاني ماشي بحذا رفيق اسمعني رحمه امي قلت له تو راهو يسمع فينا وراهو يضحك فهمني واللي يزيدك اغرب تصور معايا عمل معايا سيلفي قال لي ان شاء الله نشوفوك في الراديو برنامجنا طاح في الماء الكل مرة واحد جعفر ما ثماش كومينيكاسيون ما ثماش كومينيكاسيون كل يوم بحذاك اي ما الريح الريح يزف المستمعين شي روح ربما ما فهمتش خويا ما فهمتش حاسين الاجواء منعشه ونعاود خويا ان نشكر اهالينا في القيروان حاجه اكسبسيونيل والله العظيم جو كبير برشا 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 شيخ والله العظيم شيخ لا والله ما صلي وسلم على سيدنا محمد والله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب العسيده العائله طيب العسيده العائلة طيب والعصيدة وأجواء احتفالية زينتها شنية زينتها زينتها ونحن زين زينتها بال بربي صديقنا وأخوك ويخدم معاك ويوصلك يسوق بي خدرتي ما تسوقش محسن محسن يخدم اليوم لا عليه لا خطر مش حاضر في الاجتماع أنا وياك أعطيته فرية أعطيته كوجي بالحق محسن يخدم محسن عنده العديد من الميزات بالحق والله والله العظيم نعاود نذكر بربي اللي يشكر يعلم وكذا ما حاتم انا اثرت موضوع مهم ياسر البارح اللي هو مش عيب انك تشكر والله بالحق سبحان الله اما اعلم الناس مش ماشي انت واحد في رحله ما في بالكش شكلا ما يظهرش يشكر فهمني ولا ويشكر وبربي ثم تعلات ثلاثه يتنحاو اكل خدة عاليه هذيك الساعه يزين وتعب لا لا ورجع علي التعب رجع علي التعب هذه تتنحى جمله بربي راه وكان واحد قال لك رجع علي التعب ما تصدقوش ولا قريش بيفكر ولا شنو اقوى تعلق قال محسن كليماتيزور ينفخ قال شنو علاقه الكليماتيزور بالشخير الله اعلم خويا رفيق انت جاي ما تشخرش نشخر اي ظاهر نشخر والحمد لله والله وبالحق هاو البارودي هاو البارودي القضاء بيناتنا القضاء هو الفيصل ما عادش تحكي معاه لا ما نجمش بالحق لا حقيقه الحقيقة أنا كان جيت نعرف اللي هو لهنا فيصل ريت الفاتورة توا مولد ما نجمش ندخل في التفاصيل ما ندخلوش لا ما نلمحوش فهمتني لوز وفزدق وواحد وفزدق للفاكهة حرام عليك فهمتني خويا وكهو ربي يهدي ربي يهدي قولوا كان ربي يهدي ربي يهدي